تفاصيل مفاوضات الاهلي مع المهاجم الايفواري فوفان. معسكر للاسماعيلي ب 6 اكتوبر يوم الاثنين المقبل باذن الله، واخماد ازمه قبل ما تكبر، والاتحاد السكندري يتعاقد مع النجم المصري البورسعيدي. كل ده واخبار تانية كتير هنعرفها في هذا الفيديو، بس يا ريت لو لسه ما عملتش سبسكرايب في التشانل تعمل وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو. اللاعب الايفواري ديفيد داترو فوفان لاعب نادي مولودا النرويجي بيؤكد ان النادي الاهلي دخل في مفاوضات معاه للتعاقد معاه بدءا من الموسم المقبل. اللاعب رفض ان هو يوضح اكثر من هذا، وقال ان وكيله ورئيس النادي بتاعه هم الاقدر بالاجابه على المزيد من التفاصيل حول تفاوض النادي الاهلي مع اللاعب الايفواري المميز للانضمام لصفوف النادي الاهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. اللاعب اكد ان هو مركز مع فريقه فقط لغير، وسايب كل الامور التفاوضية لمدير اعماله. اكد ان الدوري المصري دوري كبير وقوي، وان النادي الاهلي اسم كبير في افريقيا، وانه لا يمانع بالتأكيد انه يلعب داخل الدوري المصري من خلال بوابة النادي الاهلي النادي الاكبر في افريقيا. اللاعب اكد انه يعرف كويس الكرة المصرية خصوصا من خلال الثلاثي نجم الكرة المصرية وأسطورة الكرة المصرية ونجم نادي ليفربول محمد صلاح، ونجم الكرة المصرية ونجم النادي الأهلي الأسبق محمد أبو تريكة، ونجم منتخبنا الوطني الأسبق ونادي بروسيا دورتموند الألماني محمد زيدان. اللاعب أكد إن هو بيمتلك العديد من العروض الأوروبية، وإنه بيتطلع للعب لأعلى المستويات داخل القارة الأوروبية، لكنه في نفس الوقت قال إن لعبه للنادي الأهلي داخل أفريقيا مش هيمنع حلمه بالتأكيد في المستقبل للانضمام لأعرق الفرق الأوروبية. لاعب يبلغ من العمر 19 عام، بالتأكيد ده سبب من الأسباب اللي دفعت النادي الأهلي إنه يفكر في التعاقد معاه، إنه هيتم قيده في فريق 2003، وبالتالي مش هياخد مكان من الخمس أجانب الكبار اللي موجودين في قائمة الفريق الأول. طبعًا اتحاد الكرة المصري كان أصدر توضيح بالنسبة للثلاثي الناشئ الأجنبي اللي ممكن يتم قيده في قطاع الناشئين. اتحاد الكرة وضح ليه الأندية ان الخماسي اللي موجود في فرقة 2001 من مواليد 2099 لا يجوز انه يكون احدهم لاعب افريقي، وبالتالي اللاعبين الاجانب هيبدأوا من مواليد 2001 فيما اقل. نائب رئيس نادي بوليفار البوليفي اكد ان برونو سافيو المهاجم البرازيلي المنضم للنادي الاهلي بداية من الموسم المقبل من نادي بوليفار البوليفي لاعب مميز جدا، وحاول الحديث حول ايقاف اللاعب لمدة 6 اشهر او عام بسبب الحصول على كارت احمر في اخر مشاركات اللاعب مع نادي في الدوري البوليفي. اكد نائب رئيس النادي ان اللاعب لن يتعرض للايقاف. الحديث ده بيأتي رغم ان العديد من الاصوات داخل بوليفيا اكدت ان الحدث اللي ارتكبه اللاعب اللي تم وصفه بانه اعتداء على الحكم قد تصل عقوبته من 6 اشهر لعام، ده بالتأكيد هيأثر على مشاركاته مع النادي الاهلي. من جانبه النادي الاهلي ارسل واستفسر حول هذه الواقعه وحول مدى صحة المعلومات اللي بتؤكد ان اللاعب قد يتم ايقافه باذن الله. حتى لو كان في ايقاف للاعب اعتقد ان هو مش هيزيد على عدد محدود من المباريات، ويقدر النادي الاهلي يستفاد من اللاعب المميز باذن الله للموسم المقبل. نادي الاسماعيلي يبدا على بركه الله يوم الاثنين القادم معسكره المغلق بمدينه 6 اكتوبر استعدادا للموسم القادم باذن الله. المدير الفني الاسباني الجديد للنادي الاسماعيلي خوان جاريدو تحدث مع اللاعبين في عده امور. تاكد خوان جاريدو للاعبين ضروره الالتزام اثناء فتره الاعداد، وان دي اهم فتره اللي هتبين مستقبل الفريق وشكله في الموسم المقبل، وان الفتره دي هي اهم فتره او الفتره الابرز اللي هيقدر فيها اللاعبين ان هم يستوعبوا فكره الفني داخل ارض الملعب. جاريدو اكد للاعبين انه لن يعتمد على اسماء، وان الفيصل عنده هو المستوى الفني والبدني اللي هيؤديه جميع اللاعبين خلال التدريبات. أكد أيضا جاريدو للاعبين إن النادي الإسماعيلي قام بالتعاقد مع كل هذه الأسماء لإعادة الفريق تاني لأمجاده السابقة، وإنه لن يسمح لهم ولن يسمح لنفسه إلا بالنجاح فقط لا غير. طيب خلينا نتكلم عن أزمة تم إخمادها بحمد الله أو هكذا أعتقد ما بين كابتن حسني عبد ربه مدير الكرة داخل النادي الإسماعيلي وما بين خالد الطيب عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي. كابتن حسني عبد ربه بعد المؤتمر التقديمي لإخوان جاريدو هاجم
كابتن خالد الطيب عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، واتهموا إنه بيحاول يعطل الشغل داخل النادي الإسماعيلي. وأكد حسني لخالد الطيب إن المؤتمر والتقديم هو اللي عمله بإشرافه مع مجموعة من الشباب، وإنه لن يسمح لأي أحد بتعطيل مسيرة النادي الإسماعيلي مهما كان، سواء كان موجود داخل النادي الإسماعيلي أو خارج النادي الإسماعيلي. بالتأكيد هجوم مدير الكرة على عضو مجلس إدارة شيء مش مقبول، لكن لما يكون عضو مجلس الإدارة دائم الظهور على الفضائيات ودائم أو هكذا يعتقد داخل الإسماعيلية أنه دائم في إثارة المشاكل، فمن حق رمز من رموز النادي الإسماعيلي مثل الكابتن حسني عبد ربه أنه يتدخل في هذه الحالة، خصوصا أن حسني عبد ربه كان ليه دور كبير جدا في تحسن أداء ونتائج النادي الإسماعيلي في الموسم الماضي وخروج النادي الإسماعيلي من كبوة لم تحدث من قبل. بالتأكيد أنا لا أقبل أن مدير كرة يهاجم عضو مجلس إدارة، لكن في نفس الوقت بطالب عضو مجلس الإدارة بالعمل لصالح النادي الإسماعيلي فقط لا غير، وفي النهاية بطالب من الجميع ان هم يقعدوا مع بعض ويهدوا الامور لمصلحة النادي الاسماعيلي في النهاية. لاعب الفريق وجناحه احمد مصطفى خرج ببيان للجماهير بيوضح فيه بعض النقاط. احمد مصطفى كان المفترض انه يخش في صفقة تبادلية مع نادي الجيش، يتم اعارة احمد مصطفى لنادي الجيش لمدة عام، وفي نفس الوقت يتم اعارة الحارس عمر رضوان حارس نادي طلائع الجيش للنادي الاسماعيلي لمدة عام. احمد مصطفى تحدث وقال ان هو كان موافق على هذه الخطوة لانه رأى ان رغبة جماهير النادي الاسماعيلي في اتمام هذه الخطوة، وانه تنازل عن الكثير من مستحقاته علشان جماهيره وعشان مجلس ادارة النادي الاسماعيلي ومصلحة النادي الاسماعيلي، وانه رأى ان الجميع بيرغب في هذه الخطوة في جلب عمر رضوان لصالح النادي الاسماعيلي. لكن في النهاية تعطلت الصفقة زي ما احنا عارفين بسبب انتقال حارس نادي طلائع الجيش الاساسي محمد بسام لصفوف نادي سيراميكا كليوباترا، وبالتالي عمر رضوان لن يكون له مكان الموسم المقبل في النادي الاسماعيلي بسبب استمراره في نادي طلائع الجيش، عشان طلائع الجيش ما عندوش حارس مرمى بديل. احمد مصطفى حب يوضح للجماهير انه تحت امر النادي وتحت امر الجماهير، وان التعطيل في هذه الصفقة هو ما كانش ليه اي دخل فيه، بالعكس هو كان مرحب انه حتى يخسر مبلغ من المال علشان خاطر جمهور النادي العظيم نادي الاسماعيلي. طبعا بعد هذا الامر النادي الاسماعيلي عليه انه يدخل سريعا في مفاوضات مع حارس مرمى لحل الازمة اللي عنده في المركز ده. اعتقد ان عامر قد يكون خيار متاح بعد تعاقد نادي سيراميكا كليوباترا مع محمد بسام، وبالتأكيد هو اللي هيكون اساسي في تشكيل سيراميكا للموسم المقبل، وهيبقى متاح المفاوضات مع عامر علشان يتم انضمامه للنادي الاسماعيلي في حالة رؤية الجهاز الفني انه بحاجة لهذا الحارس. نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصلحي بينهي رسميا التعاقد مع المهاجم النيجيري أوستن أموتو قادما من النادي المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر لمدة 3 أعوام. بإذن الله كده هجوم النادي الاتحاد السكندري هيبقى فيه أوستن أموتو وأيضا مابولولو الهداف الأنجولي المميز، بالإضافة إلى سيد غريب اللاعب الصاعد اللي جاي من النادي الأهلي لمدة موسمين على سبيل الإعارة. بإذن الله يبقى هجوم ناري للنادي الاتحاد السكندري الموسم المقبل. تخيلوا مباراة فيها مابولولو الهداف وفي نفس الوقت فيه التشكيل بتاع الاتحاد السكندري أوستن أموتو المهاجم النيجيري القوي اللي بيقدر انه يهد اي دفاع. بالتوفيق بإذن الله دائما وأبدا لنادي الاتحاد السكندري سيد البلد. لو لسه عملت سبسكرايب في الشانل ما تنساش تشرفني وتعمل، ما تنساش تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو، دائما وابدا انديتنا الجماهيريه اولا وفوق الجميع. شكرا لكم، مع السلامه.